بسم الله الرحمن الرحيم. خلينا نرسم بولجن كتدريب عملي على موضوع الليست وموضوع البوينت. هاجي من لايبراري اختار جيومتري وهلاقي عندي البولجن. طبعا نفس الكلام ده ممكن يتطبق على اي شيء امر من الامر ديت زي اليبس، بس هو البولجن يمكن محتاج شويه امر اكتر او هنطبق اكتر، فهو انا محتاج من دي بوينت. طيب انا هقول له هنا هستخدم الليست على اساس هيسهل عليا بدل ما اقعد ادخل نقطه نقطه. واجهته مشكله ان هو لسه مفيش اي معلومات خالص، فهبدا ادخل معلومات وليكن مثلا 4 بوينت. تمام. طيب هو دلوقتي عايز مني بوينت، فهديله البوينت باي كوردينيت. تمام. واكرر ديت. بالشكل دوت هبدا بقى ادخل الاكس والواي والزد. هو مفترض ان الاكس بزيرو والواي بزيرو والزد بزيرو. طيب لو انا شغلت نمبر او انتجر وقلت دوت ده الاكس وده الواي بالشكل دوت اهوت، ودي النقطة اللي بعديها نودي له مثلا اي قيمة بالشكل دوت. انا ما اديش الزد، فمعنى انا ما اديش الزد ان هو يعتبر الزد بزيرو. تمام اهوت. تقدر تغير زي ما انت عايز لحد ما يكون الشكل اللي انت عايزه. طيب ممكن بعد كده اخد البوليجن ده اعمله سيرفيس، اقول له سيرفيس سيرفيس باي باتش. تمام. وهدي له البوليجن فيبدا يتكون عندي السيرفيس بالشكل دوت.